بنسمع كتير فلان جاله ميه بيضه في عينيه وفلان جاله ميه زرقاء، يا ترى ايه الفرق بينهم؟ الميه البيضه دي عباره عن عتامه بتصيب العدسه اللي داخل العين. احنا كل واحد فينا عنده جوه العين عدسه شفافه بلوريه، الضوء بيعدي من خلالها ويتجمع على الشبكيه اللي بتنقل الصوره للمخ عشان يفسرها. العدسه دي احيانا ومع الكبر في السن ولظروف واسباب كتيره بيحصل فيها نوع من العكاره او العتامه، ويبدا يحصل فيه تشويش في الرؤيه. الشخص اللي عنده ميه بيضه بيبتدي يشوف زي غيمه او عتامه في مجال الرؤيه بتاعه، لان العدسه دي بتكون خلاص ما بقتش شفافه، ابتدت تعتم. ايه الحل بتاعها؟ الحل ان هو بيتعمل عمليه تغيير للعدسه دي، عمليه ميه بيضاء او كاتاركت. بتتشال العدسه دي بعمليه سهله جدا، بتاخد حوالي تلت ساعه بالكتير بالامواج فوق الصوتيه بتتعمل، وبيتحط بيتزرع مكان العدسه دي عدسه صناعيه، يا اما بتكون شفافه تماما يا اما بيكون ليها باور على اساس انها ما يستخدمش العيان بعد كده نظاره، يعني هي نفسها بتبقى العدسه عباره عن نظاره، وبالتالي العيان بعد كده ما بيلبسش النظاره. في منها انواع كتيره عدسات، في صيني في هندي في امريكي في اوروبي، كل واحده بتبقى بسعر مختلف والعمليه ما بتبقاش مكلفه قوي بشكل عام. اما بالنسبه للميه الزرقاء، فالميه الزرقاء دي عباره عن ارتفاع الضغط الداخلي للعين. يعني ايه؟ يعني العين دي زي الجسم كده، في دم والدم ده ليه ضغط معين ما ينفعش ان هو يرتفع، برضو في سائل جوه العين ليه ضغط معين ما ينفعش ان هو يرتفع. السائل ده بينتج بشكل مستمر، والزائد منه بيخرج وبيتصرف بره العين عن طريق صمامات معينه. لو الصمامات دي اتقفلت، السائل ده بيتجمع داخل العين ويبتدي يزيد حجمه ويزيد كميته ويرفع ضغط العين، وده شيء خطر جدا، لان ممكن جدا السائل ده لو زاد قوي الضغط بتاعه يضغط على العصب البصري، وممكن لا سمح الله العيان يفقد الرؤية تماما. طب ايه الحل؟ الحل بيتعمل عملية جراحية برضو بسيطة للمية الزرقاء، فيها الدكتور بيعمل زي منفذ او صمام صناعي علشان السائل اللي هو زائد عن الحاجة ده يخرج بره العين وما يرفعش الضغط جواها ويتسبب في اضرار اخرى. عادة الدكتور بيعمل زي فتحة كده في الجفن ناحية كده الحاجب، وبيتسرب من خلالها السائل ده وبيمتص عن طريق الجسم. ربنا يحمينا واياكم من كل شر، دمتم بصحة وعافية، مع تحياتي دكتور وائل تفاحة.